بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا شرحني حل مشكلة عدم تشغيل الفلاش على الايفون بأربع طرق أو أربع نصائح متوفرة في على موقعهم. الطريقة الأولى، نرفع الشاشة إلى الأعلى أو نفتح مركز التحكم، وبعد كده نضغط على علامة الفلاش. نضغط على علامة الفلاش الموجودة الآن. إذا كانت العلامة معلقة نقوم بإعادة تشغيل الجهاز، أو إذا ضغطنا برضو أيضا مرة ثانية والعلامة لم تشتغل فلا بد الاتصال بمركز الدعم. هذه الطريقة الأولى. بالنسبة للطريقة الثانية، ندخل على إعداد الكاميرا، بعد كذا نروح على علامة الفلاش زي ما انتم شايفين في الأعلى، نضغط عليها، بعد كذا نضغط على أون، وكذا بإذن الله الفلاش راح يكون يشتغل معنا. أما بالنسبة لي الطريقة الرابعة أو النصيحة الرابعة، إذا كان الجهاز في درجة حرارة منخفضة جدا لازم نعمل على تدفئة الجهاز، أو إذا كانت درجة حرارة الجهاز مرتفعة جدا فلا بد أن الجهاز يكون في نضع الجهاز إلى أن يبرد. أما بالنسبة للنصيحة الرابعة، إذا كان شحن البطارية تقريبا 10% وأقل، أو إذا كان بطارية الجهاز يعني لا تدعم مثلا يعني قدها خلاص خربانة مثلا، فما راح يشتغل معنا الفلاش. بمجرد ما نضع الايفون في الشاحن ونعمل إعادة تشغيل الجهاز راح يشتغل معنا الفلاش بإذن الله. أو أما في حالة لم يعمل الفلاش نهائيا مع هذه الأربع طرق، فهنا لابد الاتصال بمركز دعم أبل. هذا بحسب النصائح الموجودة على موقعهم، وأنا راح أحط لكم الرابط.